طالبات في المحور الثاني، مشكلة الغذاء. مشكلة الغذاء ومفهومها وأبعادها. في هذا الدرس سوف نتكلم عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو. السؤال الأول يقول: منظمة تأسست في 16 أكتوبر أو 10 عام 1945 في مدينة كويبك بكندا ومقرها روما، هي منظمة الفاو أو الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة. أكتب اسم المنظمة التي تمثل كل شعار، نجيب لك شعار منظمة الفاو، هتذكر له إن هي اسمها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة. ثم نتكلم عن مجموعات الغذاء الرئيسية: الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات. أما أبعاد مشكلة الغذاء فلها بعد محلي وبعد عالمي. من أهم النقاط المهمة في هذا الدرس أعزائي الطلبة والطالبات، أسئلة أكمل تقول: فلنجعله حقيقة واقعة، شعار لعام 2007 لليوم العالمي، هيكون اليوم العالمي للغذاء. أيضا السؤال التالي يقول: منظمة تأسست عام 1945 في مدينة كوبيك في كندا، هي أي منظمة؟ منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة الفاو، ومقرها طبعا روما. حتى السؤال بيقول: تم نقل منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة من واشنطن إلى أي مدينة؟ أحسنت، إلى مدينة روما. السؤال التالي يقول: عدد الدول التي انضمت إلى منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة الفاو، عدد الدول 190 دولة. شعار منظمة الفاو بالعربية: أوجد خبزا. اليوم العالمي أو اليوم الذي يحتفل به العالم بيوم الغذاء العالمي، أي يوم 16 أكتوبر أو 16 عشرة من كل عام. يوما عالمي يستثمر جهوده في الزراعة من أجل الأمن الغذائي، هو يوم الغذاء العالمي. طيب، بالنسبة للمجموعات الغذاء الرئيسية في أسئلة عليها، تشمل النشويات والسكريات والدهنيات، تسمى هذه هي الكربوهيدرات. عناصر غذائية لبناء خلايا الجسم هي البروتينات. عناصر غذائية واقية لجسم الإنسان من الأمراض هي الفيتامينات. عناصر غذائية لتزويد الإنسان بالطاقة هي الكربوهيدرات. حدوث نقص واضح في كمية الغذاء ونوعيته عن المعدلات المقبولة، دي نسميها مشكلة الغذاء. وحدة حرارية يحصل عليها الجسم من الطعام بعناصره المختلفة هي ايه؟ السعر الحراري، الكالوري. الحد الأدنى المقبول للشخص البالغ من السعرات الحرارية كام؟ 2650 سعرا حراريا. نقص كمية الغذاء عن الحد الأدنى المقبول، هذه مشكلة الجوع. نقص كمية الغذاء عن الحد المطلوب من العناصر الوقائية والنباتية، هذه مشكلة سوء التغذية. الاعتماد الكبير على استيراد الغذاء والخوف من عدم ضمان استمراري، هذه مشكلة عدم توافر الأمن الغذائي. يعني مشكلة الجوع هي نقص في الكمية، أما مشكلة سوء التغذية هي النقص في الكمية بس فقط في العناصر الوقائية والنباتية. أما مشكلة الغذاء هي نقص في الكمية والنوعية معا. أيضا أعزائي الطلبة والطالبات، من الأسئلة المهمة في هذا الدرس سؤال يقول: أكمل العبارات التالية بما يناسبها فيما درست. مقر المنظمة التي يمثلها الشعار في الشكل المقابل مدينة تسمى، هي مدينة أحسنتو، مقرها مدينة روما. السؤال التالي يقول:
نقص كمية الغذاء عن الحد الأدنى المقبول، نقص فقط في الكمية تعني هنا مشكلة الجوع. لاحظ خريطة العالم التي أمامك، ثم استعمل المدلولات التي عليها لإكمال العبارات التالية: منظمة الأغذية والزراعة تأسست عام 1945 في دولة تحمل على الخريطة رقم، انتبه هنا، هنا بلد التأسيس وليس المقر، التأسيس هو يكون في كندا. إذن برافو عليكم، في هي تحمل رقم 2. أما نقلك عن المقر فهي مدينة إيه؟ مدينة روما. وأيضا من الأسئلة في هذا الدرس سؤال يقول: إحدى مجموعات الغذاء الأساسية وتشمل الأملاح المعدنية وتقي جسم الإنسان من الأمراض. أحسنتم، هي الفيتامينات. السؤال التالي يقول: الاعتماد الكبير على استيراد الغذاء والخوف من عدم ضمان استمرار توافره، أي مشكلة هذه؟ هي دي مشكلة عدم توافر الأمن الغذائي، عدم توافر الأمن الغذائي. السؤال التالي يقول: اختار لكل عبارة من القائمة ألف ما يرتبط بها من القائمة باء بوضع الرقم في المكان المناسب. الكربوهيدرات هل هي مجموعة العناصر الغذائية اللازمة لوقاية الإنسان، أم هي مجموعة العناصر الغذائية اللازمة لتزويد الإنسان بالطاقة؟ فعلا برافو عليكم، هي رقم 2، لتزويد الإنسان بالطاقة هي الكربوهيدرات، اللي هي تشمل النشويات والسكريات والدهنيات. أما البروتينات هي التي تبني خلايا جسم الإنسان، لا يوجد جملة مقابلها. الفيتامينات والأملاح هي إيه؟ عناصر واقية لجسم الإنسان من الأمراض، فنأخذ رقم 1. ومن الأسئلة المهمة أيضا أعزائي الطلاب في هذا الدرس، السؤال الأول يقول: تحتفل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في 16 أكتوبر أو 16/10 من كل عام بيوم البيئة العالمي، أم يوم الأغذية العالمي، أو يوم المياه العالمي، أو يوم البيئة العربي؟ أحسنتم، هي يوم إيه؟ يوم الأغذية العالمي. السؤال التالي يقول: نقص كمية الغذاء عن الحد المطلوب من العناصر الغذائية البنائية والوقائية، تسمى مشكلة، برافو عليكم، تسمى مشكلة سوء التغذية. فرق ما بين البعد المحلي لمشكلة الغذاء والبعد العالمي لمشكلة الغذاء. البعد المحلي يرتبط بمدى قدرة البيئة على إنتاج الغذاء بما يواكب الزيادة السكانية. أما البعد العالمي مرتبط بمرونة الحركة التجارية الغذائية العالمية وتأمينها في زمن السلم والحرب. السؤال الأخير في هذا الدرس يقول: مجموعة الغذاء الأساسية التي تحمل عناصرها الغذائية على بناء خلايا جسم الإنسان. أحسنتم.